السلام عليكم، ازي باشمهندسين؟ هنبتدي النهاردة سيكشن 2 اللي هو برضو بيتكلم على شابتر 1 اللي هو الريزونانس. احنا خدنا المرة اللي فاتت السيريز ريزونانس، المرة دي ان شاء الله هناخد البارل ريزونانس. هنبتدي النهاردة باشمهندسين في القوانين. احنا عندنا جزئين بس في البارل ريزونانس، هو جزء اسمه الايديال بارل ريزونانس. يعني ايه ايديال يا باشمهندس؟ خلاص، احنا الاول هنتكلم عن البارل، يعني الار والال والاكس سي توازي مع بعض، دي معناها بارل. يعني ايه كلمة ايديال؟ ايديال يا باشمهندس يعني هو بيتكلم عن الملف ان هو مثالي، يعني ما فيهوش مقاومة داخلية، يعني بيور اندكتنس. يعني يا باشمهندس ان الاكس ال لا يوجد بداخلها مقاومة داخلية. خلاص، طب الجزء الثاني يا باشمهندس، احنا هنتكلم الاول عن الايديال وناخد قوانينه، وبعد كده هنتكلم عن الجزء الثاني اللي هو الاكشوال، اللي هو بيقول لك ان الملف جواه مقاومة داخلية. فانت ما تلخبطش عشان تبقى انت عارف الايديال والاكشوال. الايديال ما فيش مقاومة جنب الملف، مفيش مقاومة جنب الملفين. خلاص، الاكشوال هتلاقي فيه مقاومة ان شاء الله. تعالى يا باشمهندس الاول في اللي هو البارال ريزونانت في حالة الايديال، يعني الملف مفيهوش مقاومة. لو انا جيت اجيب المقاومة الكلية يا باشمهندس، انت هتقول لي الواحد على الزد، الواحد على الزد بيساوي واحد على الار زائد واحد على الجي اكس ال زائد واحد على سالب الجي اكس سي. طبعا الجي زي ما انت عارف يا باشمهندس ان هي بتطلع فوق بي السالب، ان انا بضرب في جي في جي. خلاص، لو انت ضربت في جي طلعت جي فوق هتطلع بالسالب، هتطلع بعكس الاشاره. فانت يا باشمهندس هتلاحظ ان المكثف اللي هو كان واحد على سالب جي اكس سي، اما تضربه في جي في تحت وجي فوق، طبعا تضرب في جي على جي، الجي تحت الجي في جي تطلع بسالب واحد، السالب يطير مع السالب اللي تحت، هيبقى لي فوق جي. يعني معنى كده ان الواحد على الاكس سي هيبقى موجب، والواحد على الاكس ال اللي هو كان جي تحت هيبقى بالسالب. خلاص، طبعا هيبقى في جي هنا وجي هنا، خدتها من المشتركه. يبقى انا مش مهندس، خلاص هو طبعا عشان بس ما حدش يقول لي الشكل ده غريب عليا، هي المفروض واحد على سالب جي اكس سي واحد زائد واحد على جي اكس ال. اما بتضرب في جي تظبطها بقى وتطلع الجي فوق، هتلاقي ان الاكس ال بقى سالب والاكس سي بقى موجب. خلاص يا باشمهندسين، فالواحد على الزد بتساوي الواحد على الار زائد جي افتح قوس واحد على الاكس سي ناقص واحد على الاكس ال. ده يا باشمهندس قالك في حالة الريزونانس ان الاكس ال بتساوي الاكس سي، ده معناه يا باشمهندس ان واحد على الزد بتساوي واحد على الار. يبقى ده اول قانون معانا يا باشمهندس، ان في حالة الريزونانس خلاص لو الاكس ال ساوت الاكس سي، خلاص لما الاكس ال تساوي الاكس سي، دي معناه ان الزد في حالة الايديال ان الزد بتساوي الار، ان الزد بتساوي الار. وده هتطبق بس خلال القانون ده يا باشمهندس، هيتغير في حالة الاكشن. ففي حالة الايديال بس الزد بتساوي الار، لان الاكس ال بتساوي ايه؟ اما تساوي الاكس سي يبقى الزد بتساوي الار. طيب يا باشمهندس انت بتقولي الزد بتساوي الار، ده معناه يا باشمهندس ان انا معايا الزد توتال، انا معايا الزد الكليه. فاما اضرب التيار في الزد، الاي في الزد يديني الجهد، الجهد على المقاومه بيساوي الجهد على الملف بيساوي الجهد على المكثف اللي هو بيساوي الاي في الزد. خلاص، في الحاله بتاعتي دي هو الاي في الار. خلاص، في الحاله بتاعتي هو الاي في الار. طب تعالى يا باشمهندس، لو احنا قلنا ان الاكس سي بتساوي الاكس ال، لو ساويناهم ببعض زي الحاله السيريز بالظبط، هيطلع لي في الاخر يا باشمهندس ان التردد، خلاص التردد بتاعي اللي هو طبعا بي اختصار كلمه بارلل، واي عن ايديال الحاله بتاعتي. فاحنا دايما هنكتبه اف بي اي، اف بي اي يعني حاله البارلل، والاي هي حاله الايديال. بتساوي يا باشمهندس التردد برضه في حاله السيريز، خلاص اللي هو بيساوي 1 على 2 باي جذر ال ال سي. فالتردد في الحاله بتاعتنا اللي هو التردد بتاع الريزونانت هيساوي 1 على 2 باي جذر ال ال في السي. تعالى يا باشمهندس كده، لو انا جيت قلت لك يا باشمهندس الكواليتي، خلاص احنا واخدين ان الكواليتي فاكتور هي عباره عن الرياكتيف على الاكتف. الرياكتيف بالنسبه لي يا باشمهندس هي طبعا اللي على الملف او المكثف، مش هتفرق على اي واحده فيهم، احنا دايما بناخد اللي على الملف اللي هي الجهد، الجهد بتاعي اللي هو بنسميه طبعا في حاله البر بنسميه في بي، يبقى الفي تربيع على الاكس ال. طب وبتاع المقاومه اللي هو الاكتف، يبقى في تربيع على ايه؟ على الار. يبقى ده الرياكتيف اللي فوق الرياكتيف واللي تحت الاكتف. خلاص، اما نقسم الاثنين على بعض هتلاقي ان الفي بي تطير مع الفي بي فوق، والار هتبقى هي اللي فوق والاكس ال هي اللي تحت. انا يهمني القانون ده، ان الكيو بتساوي الار على الاكس ال، كواليتي فاكتور هي عباره عن الار على الاكس ال. طيب يا باشمهندس، طبعا احنا قايلين في حاله الريزونانس ان الاكس ال بتساوي الاكس سي، يبقى الكيو ممكن يبقى لها قانون تاني هو الار على الاكس سي، اللي هو الار على الاكس سي، لان الاكس ال بتساوي الاكس سي. تعالى يا باشمهندسين على الباندويتس. الباندويتس يا باشمهندس احنا قايلين هو الاف اللي هو التردد على الكيو، يبقى هو التردد في حاله الايديال على اللي هو الكيو اللي هو الكواليتي فاكتور بتاعتنا.
تعالى مش هنسين ليه تاني حالة معانا. خلاص احنا كده خدنا قوانين الريزونانت في حالة الايديال، تعالى نبتدي ناخدها في الحالة التانية بتاعت اللي هي الاكشوال، عاوزك تركز فيها قوي لان ايه ساعات بيحصل فيها لخبطة بمين مع الناس. تعالى يا باشمهندس حالة الاكشوال زي ما قلت لك ان الملف هتلاقي جواه مقاومة، بس مش ده الشكل اللي احنا بنتعامل معاه. احنا دايما بنتعامل في حالة البارلل ان الاكس مع الاكس ال مع الار، خلاص عاوزين الاكس سي مع اكس هنا مع الار، فاحنا عاوزين نظبط الشكل ده، فاحنا هنضطر ان احنا نحول اكس ال والار ال الى حاجه اسمها ار بي واكس بي، يعني هنحول الار والاكس الى ار واكس توازي مع بعض. ازاي بيحصل الحوار ده يا باشمهندس؟ خلاص تعالى اما اقول لك في بره كده، اما اقول لك ازاي الحوار ده بيحصل. الدكتور جاب قيمه الار بي والاكس بي اللي هو قانون دوري مباشره ده. لو انا جبت لك يا باشمهندس الزد بتاع الاثنين التوالي دول، هتقول لي يا باشمهندس الزد هي عباره عن الار ال زائد الجي اكس ال. طيب ماشي، دي الزد بتاع الجزء التوالي. طيب الجزء التوازي الزد بتاعته يا باشمهندس، هتقول لي يا باشمهندس واحد على الزد، خلاص الزد توتال هي واحد على الار بي زائد واحد على الجي اكس بي لان ده بتاع ملف. طب يا باشمهندس المفروض ان انا عاوز اقول ان قيمه الزد ده محصلتها بتساوي الزد دي، خلاص فينفع ان انا اعوض بقيمه الار اللي هي الزد دي اللي هي ار ال زائد جي اكس ال في الزد دي لانهم الاثنين بيساووا بعض. فقمت جاي معوض بالقيمه دي هنا بتاع التوالي حطيتها في بتاع التوازي، فقمت جاي حاطط هنا بشانس بقت الار جي اكس ال، خلاص طبعا دي ار ال زائد جي اكس ال، خلاص يعني دي الار ال اللي هنا، معلش خلاص يعني الار دي هي المفروض ار ال بتاع الملف. رحت عملت ايه يا باشمهندس؟ رحت انا كل اللي انا عاوز اجيبه، انا عاوز اجيب قيمه الار بي وقيمه الاكس بي، ازاي اجيبهم؟ اول حاجه رحت ضربت الجزء ده في المرافق، ضربت في المرافق ازاي يا باشمهندس؟ هو حطيت سالب عند الجي، يبقى ار ناقص جي اكس ال على ار ناقص جي اكس ال، طبعا الطرفين دول قد بعض فيطيروا مع بعض. فانا ضربت في ار جي اكس ال على ار ناقص جي اكس ال. ده المرافق ضربت فوق وتحت في طبعا فوق هيبقى في واحد مفيش مشكله، تحت طبعا مرافق اما ينضرب اتضربوا في بعضهم هيبقى مربع الاول زائد مربع التاني، فيطلع القيمه بتاعتي يا باشمهندس طبعا القيمه فوق مضروبه في واحد مفيش مشكله، تحت هيبقى مربع الاول يبقى ار تربيع زائد مربع التاني لو اكس ال تربيع. الناحيه التانيه يا باشمهندس خلاص هي واحد على ار بي مفيش زي ما هي، طبعا الجي انا طلعتها فوق خلاص، فضربت فوق في جي وتحت في جي، خلاص جي على جي يعني، فالجي في جي بسالب واحد طلع السالب هنا، وفوق جي طلع بالقيمه سالب جي واحد على اكس بي. كل اللي عملته يا باشمهندس انا رحت جبت ده وزعت المقام وزعتهم على الاثنين، فطلع معايا ار على ار تربيع زائد الاكس ال تربيع ناقص جي في اكس ال على ار تربيع زائد الاكس ال تربيع، خلاص انا وزعت الار على ده والاكس ال على اللي تحت برضه. فطلع يا باشمهندس كل اللي انا هعمله ان انا هساوي الريال بالريال والايماجيناري بالايماجيناري. تعال نشوف كده يطلع ازاي. لو انا خدت الريال اللي هو الار على ار تربيع زائد الاكس ال تربيع سويته بالريال اللي هو واحد على الار بي، خلاص يبقى الار بي بتساوي ايه؟ هيساوي مقلوب ده، يبقى الار تربيع زائد الاكس ال تربيع على الار، وده اول قيمه معاك في الملف البي دي اف اللي الدكتور مديها لك. الار بي هتساوي ار تربيع زائد الاكس ال تربيع على الار ال، خلاص يبقى الار ال زائد الاكس ال على الار ال. طب الاكس بي يا باشمهندس تعالى كده سالب جي وسطها هناك الناحيه السالب جي، فانا هساوي الطرف ده هيبقى يساوي الطرف ده، فالاكس بي هتساوي ار تربيع زائد الاكس ال تربيع على الاكس ال تربيع. يبقى ده يا باشمهندس التحويله اللي الدكتور اديها لك لو انت حابب تعرف جيت ازاي. خلاص دي التحويله لو انا صغرتها لك كده بس ايه تحس ان انت ايه ممكن تشوفها كلها على بعضها كده. دي يا باشمهندس التحويله اللي انت لو حبيت ازاي تحول مقاومه مع ملف توالي تحولهم الى مقاومه مع ملف توازي. تمام كده يا باشمهندس، يبقى احنا حولنا المقاومه والملف الى مقاومه وملف توازي. طلع معانا اللي هو الار والاكس بي، خلاص بالقيمه اللي انا كنت سايبهم لك من شويه. بعد كده يا باشمهندس بعمل ايه؟ بخلي ده يا باشمهندس عباره الار بي مع الار اس توازي بجمعهم مع بعض في ار توتال، خلاص يبقى معايا الار الاكس بي الاكس سي دول الثلاثه توازن مع بعض، وده نفس الشكل اللي كان فوق اللي هو ايه الايديا. تعالى يا باشمهندس بقى زي ما انا وضحت لك، خلاص انت هتلاقي ان الاكس بي خلاص هي لها علاقه مع الاكس ال والار ال، فهتلاقي هي اكس ال تربيع زائد الار ال تربيع على الاكس ال.
طب والار بي يا باشمهندس هي عباره برضو عن الاكس ال تربيع، ار ال تربيع على الاكس ال. طب واحد يقول لي مش عايز احفظها، حفظها لي بطريقه سهله. هقول لك يا باشمهندس سواء الاكس بي او الار بي هتلاحظ ان فوق الملف اللي هو الاكس بتاع الملف والار بتاع الملف متربعين، يعني ده مربع ده وده مربع. على لو انا اكس يبقى انا يبقى اكس ال اقسم على اكس ال، لو هي ار اقسم على ار. يبقى انا اهو من غير ما ابص للقوانين اهو الاكس بي يبقى اكس ال تربيع ار ال تربيع على مين يا باشمهندس؟ انا دلوقتي بحسب الاكس بي يبقى اقسم على اكس ال، لو انا بحسب الار بي يبقى هي اكس ال تربيع ار ال تربيع على الار بتاعتها اللي هي الار ال، ادام انا بحسب الار. يبقى الار مع الار والاكس بي مع الاكس ال. خلاص ده بالنسبه للقوانين اللي هتظبط لي الدنيا. طب انا يا باشمهندس بسيب الشكل على الهيئه بتاعتي دي؟ قال لك لا يا باشمهندس، خلاص بروح اظبط الار اس والار بي بجيبهم الاثنين توازي مع بعض، فيبقى حاصل ضربهم على مجموعهم، حاصل ضربهم على مجموعهم، خلاص حاصل ضربهم على مجموعهم، فيطلع لي الشكل يا باشمهندس بالشكل ده. خلاص هيبقى عندي الار اهي، عشان لو انت هتجيبها يبقى انت عارف ان الار هي عباره، طبعا انت بتروح الاول تجيب الاكس بي خلاص وتجيب الار بي، بعد كده تاخد الار بي توازي مع الار اس اللي هي الاصليه دي، خلاص تجيب الار الثانيه دي. خلاص يا باشمهندسين، هو دلوقتي هيقابلك مشكله. مشكله ايه يا باشمهندس؟ ان هو بيديك الاكس الاكس ال والاكس سي، بيديك الاثنين دول خلاص كال وسي خلاص، فانت بيقابلك مشكله تعوض التردد، هتجيب التردد منين؟ خلاص فتعالى يا باشمهندس نقول لك ازاي تحسب الترددات. الترددات بتاعتك، اول تردد معانا يا باشمهندس وهو التيونيتي باور فاكتور فريكوانسي. انا عاوزك بقى ما تلخبطش بين الترددات، احنا خدنا تردد فوق في حاله الايديال، ده تردد لوحده، في حاله الاكشوال هيبقى فيها ترددين. خلاص هقول لك امتى تستخدم ده وامتى تستخدم التاني. التردد الاساسي بتاعنا اللي احنا هنستخدمه في جميع القوانين هو التردد اليونيتي باور فاكتور. خلاص هو ده التردد اللي احنا هنتعامل بيه واللي هنحسب بيه الاكسات اللي فاتت وكده. في تردد بس هي حاله واحده هقول لك عليها دلوقتي التردد، وهجيبه لك ازاي تجيبه وامتى بستخدم التردد التاني ده، هي حاله واحده بس. تعال الاول التردد اللي هو اليونيتي باور فاكتور. يعني ايه يونيتي باور فاكتور يا باشمهندس؟ يعني التردد اللي انا لو غذيت بيه الدايره هيخلي لي الدايره دي يونيتي. يونيتي يعني فيها مقاومه بس، يونيتي يعني فيها مقاومه بس. طبعا خدت الدايره بتاعتي اللي هي الخلاصه اللي هي الاكس مع الاكس سي بس، اللي هي الخلاصه خلاص اللي هي الاكس بي، بعد ما ظبطتها بقت اكس بي مع اكس سي. قال لك يا باشمهندس احنا عارفين القانون بتاعنا خلاص اللي هو الاصلي اللي هو اليونيتي، اللي هو اليونيتي اللي هو الواحد على الار زائد واحد على جي اكس بي زائد واحد على سالب جي اكس سي. ده النتاج اللي احنا ظبطناه يا باشمهندس. خلاص انا لما جبت الواي اللي هي الادمدنس هي واحد على ار زائد جي واحد على اكس سي ناقص الاكس بي. ازاي اجيب اليونيتي باور فاكتور يا باشمهندس؟ قلت لك اليونيتي باور فاكتور معناه ان انا عاوز اخلي الدايره فيها مقاومه بس، عشان هي الوحيده اللي بتديني يونيتي باور فاكتور. انا معنى كده ان انا عاوز اشيل اكس بي مع الاكس سي، يبقى في الحاله بتاعتي هروح احسب التردد اما الاكس بي تساوي الاكس سي، فاروح اساوي طبعا انا عاوز اشيل الجزء ده اللي هو الواحد على الاكس سي ناقص واحد على الاكس بي، فهتلاحظ ان لازم اساوي الاكس سي بالاكس بي. ليه يا باشمهندس اساوي الاثنين دول ببعض؟ عشان يا باشمهندس هو الجزء بتاع الايماجينري ده هيشال، فيبقى لي بس الجزء الريال وهو ده اللي بيديني يونيتي باور فاكتور. ففي الحاله دي هروح بقى اشوف الاكس سي والاكس بي، بس خلي بالك الاكس بي يا باشمهندس الاكس بي قانونها هو بتاع الملف اللي هو الاكس ال تربيع زائد الار ال تربيع على الاكس ال، هعوض بهم وبعد كده عوض بالترددات خلاص، عوض بالاكس ال يعني 2 باي في اف ال، وعوض عن الاكس سي 1 على 2 باي الاف سي. هيطلع لي في الاخر يا باشمهندس العلاقه دي ان التردد بيساوي 1 على 2 باي جذر ال سي جذر كبير كده 1 ناقص السي في الار ال تربيع على ال ال. طبعا ال ال دي يا باشمهندس بتاع الملف اللي هو الاصل اللي هو الاكس ال، والسي بتاع المكثف الاصل اللي هو الاكس سي خلاص، طبعا الار ال اللي هي المقاومه بتاع الملف خلاص. فهتلاحظ يا باشمهندس ان طبعا احنا كاتبين في الحاله دي اف بارلل ويو دي اختصار كلمه يونيتي بار فاكتور. فالاف بي يو ده اول تردد وده التردد اللي هنتعامل معاه في حاله الاكشوال اسمه اف بي يو خلاص. يبقى انت خدت اف بي اي اللي هو البارلل ايديال وده بارلل يونيتي خلاص اللي هو بتاع اليونيتي بار فاكتور. يبقى ده اختصار اف بي يو ده في حاله البارلل اللي هو بتاع اليونيتي بار فاكتور هيبقى 1 على 2 باي جذر ال سي افتح افتح قوس جذر 1 ناقص السي ار ال تربيع على ال ال. طبعا 1 على 2 باي جذر ال سي هو الاف بي اي جذر 1 ناقص السي في الار ال تربيع على ال ال، وال ال دي مش بتاع الملف والار ال بتاع الملف اللي هو الاصلي خالص في بدايه المساله، اما الملف متوصل مع المقاوم والسي دي بتاع المكثف.
تمام يا باشمهندسين، ده يا باشمهندس اول قانون معايا اللي هو اليونيتي باور فاكتور، وده يا باشمهندس التردد، التردد اللي انا هستخدمه في المساله لو حبيت احسب الاكس سي او احسب الاكس ال او احسب الاكس بي او احسب اي اكسات معايا بستخدم التردد اللي هو الاف بي يونت. امتى بقى يا باشمهندس بستخدم التردد الثاني؟ خلاص طبعا قبل ما نقول التردد الثاني يا باشمهندس هتلاحظ حاجه، هتلاحظ ازاي يا باشمهندس هنا؟ ان جوه الجذر ان هي واحد ناقص ايا يكن القيمه دي تطلع بكام، ان القيمه اللي هتطلع من تحت الجذر هتبقى اقل من الواحد. ادام هي واحد ناقص يبقى القيمه اللي هتطلع من تحت الجذر هي قيمه اقل من الواحد، يبقى ده معناه ان الاف بير يونت اكبر من الاف بي يو اللي هو اليونتي بار فاكتور، يبقى الاف بي اي اكبر من تردد اللي هو اليونتي بار فاكتور، اللي هو تردد اليونتي بار فاكتور فريكوانسي. خلاص الايدل في حاله اللي هو في حاله الايدل اللي هو 1 على 2 باي جذر ال سي هيبقى اكبر يا باشمهندس من هيبقى اكبر من الاف بي يو. خلاص تعال يا باشمهندس للقانون معانا الثاني اللي هو الماكسيمم امبيدنس فريكوانسي، بيجي في المساله كده بيطلبوا منك، لو ما طلبوش منك بتحل بالتردد الثاني اللي هو الاف بي اللي هو الاف اللي هو اليونتي بار فاكتور فريكوانسي اللي هو اللي فات. امتى بستخدم ده يا باشمهندس؟ لو طلب منك الماكسيمم امبيدنس، حتى هو من اسمه اسمه الماكسيمم امبيدنس فريكوانسي، الفريكوانسي ده لو سلطته على الدايره دي هيديني ماكسيمم امبيدنس. واحد يقول له يا باشمهندس ليه هو في الحاله بتاعت اللي فاتت دي ما بحصلش على الار؟ مش الار دي اقصى حاجه في الدايره؟ يعني انت بتقول لي يا باشمهندس انت كنت قايل لي ان ما يبقى في مكثف توازي مع اكس توازي مع ار، والاثنين دول لما يلغوا بعض ده معناه يا باشمهندس ان الار هي اعلى قيمه في محصله المقاومات. ليه يا باشمهندس؟ لان في حاله البرر المقاومه بتبقى اقل من اقل مقاومه، وانت معاك الاكس سي والاكس والاكس ال كانوا اعلى حاجه، فالار هي كانت اقل حاجه، فمعنى ان هم ما تبقاش اقل من الار وتساوي الار، ده معناه ان المقاومه هنا اعلى ما يمكن. طب ليه يا باشمهندس في الحاله بتاعت دي انت قلت لي اما يبقى الاكس سي بتساوي الاكس ال في حاله الاكشوال، خلي بالك بس في حاله الاكشوال اما الاكس سي تساوي الاكس بي مش هيبقى الماكسيمم امبيدنس. ليه يا باشمهندس؟ لان الاكس بي في الحاله دي يا باشمهندس الاكس بي في الحاله دي خلاص معتمد، حتى في جزء اسمه ار بي، الار بي معتمد على الاكس ال، الار بي ادام بقت معتمده على الاكس ال يعني بقت معتمده على التردد، خلاص ما عادتش الار بيور، الار اللي احنا جايبينها دي يا باشمهندس ما هيش بيور، لو هي بيور كنا قلنا ماشي، لكن هي مش بيور، الار دي معتمده على حاجه اسمها الار بي كانت توازي معاه، والار بي معتمده على الاكس ال يعني معتمده على التردد، فبقى التردد حتى كمان بيلعب في دي، فما عادش التردد اللي بيخليه للاكس بي تساوي الاكس سي اللي هم يلغوا بعض يبقى المقاومه دي اعلى ما يمكن، لا ما عادش ينفع. ليه يا باشمهندس؟ لان التردد هنا الار بقت بتعتمد على التردد هي كمان. فبنقعد ايه نعمل ايه يا باشمهندس؟ هقول لك هنثبتها ازاي لو انت حبيت تجيب اصل القانون بقى. يبقى الواي توتال اللي هي الواحد على الزد بتساوي واحد على ار زائد واحد على جي اكس بي زائد واحد على سالب الجي اكس سي. بتعوض يا باشمهندسين عن الـ عن الاكس بي بالقيمه بتاعتها اللي هي الاكس ال، وطبعا الاكس بي كانت بتساوي باشمهندسين ار ال تربيع زائد الاكس ال تربيع على الاكس ال. خلاص هتروح تعوض بيه طبعا كل واحد بالقيم بتاعته وتعوض بالترددات، وفي الاخر تشتق الداله دي بالنسبه للتردد. اما تشتقها بالنسبه للتردد تديك الداله اللي هو الاف باور اللي هو الماكسيمم امبيدنس فريكوانسي اللي هو ده، اللي هو يطلع لي في الاخر معتمد على 1 على 2 باي جذر ال سي اللي هو تردد الايديال جذر 1 ناقص السي ار ال تربيع على 4 ال. خلاص الفرق بين القانون ده واللي فات ان في هنا 4 تحت، ان في هنا 4 تحت يعني معناه ان 1 ناقص القيمه دي هتبقى اقل كمان، يعني الاف بي ماكسيمم هتبقى اقل من اللي قبله. ليه؟ عشان في 4 قاسم عليها تحت، فالقيمه دي خلاص القيمه دي يا باشمهندس معلش هو قاسم على قيمه تحت، القيمه هنا كبيره خلاص، فدي معناه ان قيمه السي ار ال تربيع على 4 ال هتبقى اقل من القيمه اللي فاتت، فواحد ناقص هتبقى القيمه دي اكبر من اللي فاتت، فمعناه ان الاف بي ماكسيمم الاف بي ماكسيمم هيبقى اكبر من الاف بير يونت، هيبقى اكبر من الاف بير يونت، يبقى الاف بي ماكسيمم هيبقى اكبر من البير يونت وطبعا اقل من اللي هو الايديال اللي هي باشمهندس ان القيمه دي هتبقى اقل من الواحد برضه. فالاف في حاله الايديال اكبر من حاله الماكسيمم اكبر من حاله اليونت. يبقى يا باشمهندس خلاصه الكلام ايه يا باشمهندس؟ خلاصه الكلام ان في الماكسيمم امبيدنس لو طلب منك الماكسيمم امبيدنس بستخدم من التردد ده، ما طلبش الماكسيمم امبيدنس طبعا وبتحسب الاكس سي على التردد ده وبتحسب الاكس بي على التردد ده وتحسب كل حاجه على التردد ده لو اشتغل هو على الماكسيمم امبيدنس، ما طلبش يبقى انا بشتغل على اليونيتي بار فاكتور امبيدنس،
بستخدم في حاله الاكشوال، بستخدم القانون ده على طول الا حاله واحده بس اللي هي الحاله دي اللي هو لو طلب الماكسيمم من بيتا. الحته التانيه عاوز اوضحها لك يا باشمهندس، احنا قلنا بيبقى عندك ثلاث مقاومات توازي بتبقى المحصله بتاعتهم اقل من اقل مقاوم، فدايما الاكس سي والاكس بتاع الملف لما كان هنا اكس ال دايما الاثنين بيبقوا اكبر من الار، فدايما المحصله بتاعتي بتبقى اقل من الار. امتى يبقى الماكسيمم امبيدنس يا باشمهندس؟ قلنا لما الاكس سي تساوي الاكس ال، لان دي هتبقى الار يبقى دي اكبر قيمه، الا في الحاله بتاعتي دي اللي هي الماكسيمم اللي هي في حاله الاكشوال اللي هي يا باشمهندس، لان الار اللي هنا مش بتعتمد على التردد، لانها في قلبها حاجه اسمها الار بي، والار بي معتمد على الاكس ال، والاكس ال معتمد على التردد، فما ينفعش اقول اما اشيل الاكس بي تساوي الاكس سي يبقى ده اعلى تردد يبقى دي اعلى مقاومه، لا. ليه؟ لان دي معتمده على التردد فهتبقى معتمده على المحصله بتاعتهم كلها، فبروح اشتق زي ما انا قلت لك دلوقتي وتساويها طلعت معاك زي ما هي دي، ما طلعتش هي فعلا بتاع اليونتي باور فاكتور ان الاكس ال ان الاكس سي بتساوي الاكس بي. طلع تردد تاني خالص، حتى انت هتلاحظ حتى ما اثبتنا اهو ان الاكس سي اما تساوي الاكس بي اللي في حاله اليونتي باور فاكتور الحاله اللي فاتت خلاص ما طلعش التردد اللي انا جبته هو نفس التردد ده، بالعكس ده طلع تردد اكبر منه. يعني اما اتصل التردد الاف بي ماكسيم اللي هو تردد اكبر من اليونتي هو ده اللي هيديني الار ماكسيم، او هيديني الزد، معلش الزد في الحاله دي هي الماكسيم، او هي اقصى امبيدنس ممكن احصل عليها من الدوائر اللي هي الاكشوال بارل ريزونانس. خلاص اما اتصل التردد اسمه تردد الماكسيم. خلاص يا باشمهندسين، تعالى يا باشمهندس بقى ايه نبتدي نقول لك قوانين طبعا الكواليتي فاكتور. خلاص قوانين الكواليتي فاكتور والباند ويتس، هنبتدي طبعا هنقول لك برده قوانين الايديال تاني وهنقول لك قوانين الكواليتي فاكتور خلاص وازاي تستخدمها. طبعا هنستخدم فيها طبعا قانون اللي هو الاف بير يونت اليونتي بار فاكتور، طبعا يديك القوانين ونفصل لك الدنيا فيها شويه وعايزك تركز معايا قوي 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 فيه. حالة الايديال، الايديال يعني ايه الايديال يا باشمهندس؟ يعني انت عندك الار والاكس ال والمكثف متوصلين مع المصدر عادي، مفيش الملف ملهوش مقاومه هنا، ملف ملهوش مقاومه داخليه، فانت الار مع الاكس ال مع الاكس دي يا باشمهندس. قال لك الكواليتي فاكتور للدايره كلها هو عباره عن المقاومه الار على الاكس ال. طب ماشي يا باشمهندس انا عارف ان هي الار على الاكس ال، اهم حاجه هنا يا باشمهندس الاكس ال هي عباره عن باي في الاف ال، التردد اللي هعوض بيه هنا خلي بالك هو الايديال فريكوانسي. خلاص هو الايديال فريكوانسي اللي هو 1 على 2 باي جذر ال ال سي، لو 1 على 2 باي جذر ال ال سي. خلاص ال بتاع الملف ده والسي بتاع المكثف. ماشي يا باشمهندس. طيب الباندويتس، قال لك الباندويتس يا باشمهندس هي عباره عن التردد اللي هو بتاع الايديال فريكوانسي خلاص اللي هو الايديال طبعا دي بي بارر اي ايديال، طبعا كيو بي بي يعني ايه الكواليتي فاكتور بتاع البارر سيركت، بي ده اختصار كلمه بارر، هنا كانت اس عشان سيريز، فهنا التردد على الكيو التردد هو الايديال فريكونسي زي ما انا قايل. دي اول حته بتاع الايديال. طب بتاع الاكشوال يا باشمهندس، الاكشوال كان فيه رسمتين، اول رسمه يا باشمهندس ان المقاومه ار اس دي موجوده والرسمه الثانيه الار اس دي مش موجوده. هتفرق؟ لا مش هتفرق، هو نفس القوانين بس هوضح لك حته في الثانيه هناك تريحك. هنا يا باشمهندس في حاله الاكشوال يعني الملف ليه مقاومه داخليه، الملف فيه مقاومه داخليه، كل اللي احنا بنعمله يا باشمهندس بالقوانين اللي احنا التحويل اللي احنا حولناه، حولنا الملف والملف والمقاومه دول لملف ومقاومه توازي، بعد كده خدنا المقاومه اللي طلعت معانا اللي هي اسمها ار بالالي مع الار اس، خدناهم مع بعض توازي طلعت المحصله ار، طبعا دي الاكس بي مع الاكس سي. قال لك يا باشمهندس الكواليتي فاكتور طبعا انت بعد ما بتحول خلاص بعد ما تحول الار وتجيب الاكس بي طبعا بقانونها، طبعا انت عندك قانون الار خلاص، انت عندك قانون الار بي معلش خلاص، انت تقدر تجيب الار بي وتقدر تجيب الاكس بي عن طريق قانونهم، طبعا الاكس بي هو قانونها هو الاكس ال تربيع زائد الار ال تربيع على الاكس ال. السؤال هنا يا باشمهندس انا لما اجي استخدم الكواليتي فاكتور هي ماشي، انت هتقول لي هي الار اللي انا جبتها المحصله على الاكس بي، ماشي ادي انا عارف انا دلوقتي الاكس بي دي جواها اكس ال، الاكس بي جواها اكس ال، هعوض بانهي تردد؟ انا عندي تردد البير يونت، عندي تردد الايديال، عندي تردد الماكسيم. قال لك يا باشمهندس هنعوض بتردد البير يونت، يبقى انت لما تيجي تعوض يا باشمهندس هتعوض لي بتردد البير يونت فريكوانسي
خلاص اللي هو كان واحد على الاثنين على 2 باي جذر ال سي جذر 1 ناقص المعادله اللي الدكتور كان مدالك. خلاص انت تعوض البير يونت، تعوض بالفريكوانسي بير يونت وليس الفريكوانسي ماكسيمم او الايديال كمان، هتعوض بالفريكوانسي بير يونت، تجيب الاكس ال خلاص والار ال على الاكس ال. طب الباند ويدث يا باشمهندس، قال لك طبعا تردد البير يونت، خلي بالك هنا تردد البير يونت على الكيو بي اللي انت جبتها اللي هي كواليتي فاكتور. تمام يا باشمهندس. طيب الحاله الثانيه ايه يا باشمهندس؟ في حاله عدم وجود الار اس، خلاص في حاله عدم وجود الار اس اللي هنا خلاص، لكن الملف طبعا ليه جواه مقاومه داخليه مع المكثف. هنا مش هتفرق معاك يا باشمهندس، مش هتفرق، انت تروح تقول له يا باشمهندس طبعا تحول دول لاثنين توازي، تبقى معاك الار بي التوازي مع الاكس بي، دي المكافئين للار والاكس ال. خلاص بقت عندك الار والاكس بي والاكس سي، خلاص تروح بنفس القانون طبعا هتقول له الكواليتي هي ار على اكس، يبقى الار بي هنا في الحاله بتاعتي مع الاكس بي مفيش مشكله. طبعا ما تنساش ان انت هتعوض سواء في الار بي او الاكس بي ايا يكن اللي انت هتجيبه، ان انت هتعوض بالبير يونت برضه. خلاص احنا هنا في الحالات دي بنعوض بالفريكوانسي بير يونت، دي كانت الحته اللي كنت عايز تلاحظها قوي، ان انا اعوض بالفريكوانسي بير يونت. طبعا انا مش هندس الار بي قانونها معايا هو الاكس ال تربيع زائد ار ال تربيع على الار ال، وقانون الاكس بي التحويله بتاعته كانت اكس ال تربيع ار ال تربيع اكس ال. اما نيجي نعمل الاثنين مع بعض طلع يا باشمهندس المحصله بتاعتهم هي الاكس ال على الار ال. قال لك تلات المحصله بتاعتهم معايا هي الاكس ال على الار ال اللي هي فين يا باشمهندس؟ اللي هي الاكس ال بتاع الملف على الار ال هتديني كيو بي. يبقى انا يا باشمهندس مش محتاج ان انا احسب الار بي ولا محتاج احسب الاكس بي في الحاله دي، في حاله الملف بالشكل ده اللي ما فيهوش الار اس اللي هي كانت توازي هنا. قال لك على طول مباشره تحسب الكيو اللي هي الكواليتي فاكتور للدايره كلها، هي عباره عن اكس ال على الار ال. خلاص هي عباره عن معلش هي عباره عن اكس ال على الار ال، خلي بالك عشان هم مقلوبين عن دول، يعني دي ار على اكس دي اكس على ار. خلاص يبقى هي الاكس ال على الار ال. خلاص طبعا هتقول لي هنا يا باشمهندس برضه التردد هتستخدمها بتاع البير يونت، مش مشكله خلاص التردد هو البير يونت. خلاص دي مباشره على طول هتقدر تعوض بيها وسهل. يبقى كيو بي في حاله الرسمه دي على طول ينفع اعوض باكس ال على ار ال، ودي بنسميها برضه هي كيو ال، هي كواليتي فاكتور للملف ذات نفسه، هي كواليتي فاكتور للملف ذات نفسه. خلاص طب الباند ويدث يا باشمهندس، هتقول طبعا هو نفس الحوار، انا لك القوانين مش مختلفه بس ده قانون زياده ممكن تستخدمه للسهوله فيه. هنا هي التردد بير يونت على الكواليتي فاكتور اللي انت جايبه. تعالى يا باشمهندسين خلاص بعد ما اديتك حوار الايدر والاكشوال اللي هو حساب الكيو والباند ويدث، تعالى يا باشمهندس ازاي نعرف ازاي احل في الامتحان او المسائل بتاعتي اللي هي بتيجي على الاكشوال. خلاص الاكشوال اول حاجه يا باشمهندسين دايما عود نفسك ان انا اجيب الاف بي اي اللي هو 1 على 2 باي جذر ال سي، انت دايما بيبقى معاك ال ومعاك السي، اقدر اجيب الاف بي اي. بعد ما بجيب الاف بي اي تاني خطوه معايا بجيب الكيو ال وليس كيو بي، بجيب الكيو ال اللي هي عباره عن اكس ال على ار. الاكس ال يا باشمهندس هتقول هجيبها ازاي؟ هي عباره عن 2 باي في الاف في ال، انت محتاج تردد هتعوض بالاف بي اي ده. خلاص يبقى انا اول حاجه بجيب الاف بي اي، بعد كده بجيب الكيو ال، دي في جميع المسائل. بجيب الكيو ال بشوفها اسكانت اقل من 10 ولا اكبر من 10، لو اقل من 10 بحل المساله عادي خالص ولا اكن جبت الكيو ال دي خالص، بحل المساله عادي زي الطرق اللي انا عارفها والاف اللي انا حافظها والحاجات اللي حافظها فوق خالص. خلاص طب لو الكيو يا باشمهندس اكبر من 10 في خاصه هنا لازم اعرفها؟ لازم تعرفها. لو الكيو ال يا باشمهندس خلاص اكبر من 10 ايه اللي بيحصل؟ قال لك يا باشمهندس على طول في جميع المسائل بقول له ان تردد اليونتي باور فاكتور فريكوانسي والماكسيمم امبيدنس فريكوانسي بيساوي الايديال فريكوانسي، خلاص الثلاثه دول بيساووا بعض. دي اول حاجه، بس امتى؟ اما تبقى كيو ال اكبر من 10، عشان كده لازم اجيب الكيو ال الاول. فالكيو ال بجيبها احتجتها ما احتجتهاش خلاص، خلاص انا بجيبها الاول. الاستفاده الوحيده طبعا لو الكيو ال طلعت اقل من 10 الرقم الخطوه رقم 3 و4 دول ما لهمش لازمه. خلاص لو الكيو ال اقل من 10 انت ممكن تستفيد منها في حاله واحده بس، طبعا الكيو ال لو هي اقل من 10 خلاص ملهاش اي لازمه وابتدي احل المساله بتاعتي خالص. طب لو الكيو ال اكبر من 10 هبتدي استفيد بقى اللي هي الخطوه رقم 3 والخطوه رقم 4. الخطوه رقم 3 هتقول الترددات بتساوي بعضها، ده اول ميزه ان انا مش هضطر احسب الترددات الثانيه دي. تاني حاجه يا باشمهندس طبعا لازم الكيو ال تبقى اكبر من 10. قال لك يا باشمهندس لو الكيو ال اكبر من 10 والار اس، الار اس الار اس فين يا باشمهندس؟ اللي هي بتبقى ايه متوصله مع السورس اللي هي الار اس وليس الار ال. لو الار اس
بتساوي ما لا نهاية أو الـ RS كبيرة جدا. يعني أنت هتلاقي مثلا هنا الـ RS دي يا باشمهندس مثلا ممكن هتلاقي بالكيلو، مثلا تلاقي 20 كيلو 30 كيلو، وتلاقي دهي الـ RL ده مثلا 4 أو 4 أو 3 أو، فالفرق ما بينهم كبير أوي 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 أوي. خلاص، فبنعتبر الـ RS هنا ما لا نهاية. خلاص، قال لك الـ RS دي كبيرة أوي أوي خلاص، والـ QL أكبر من 10، هقول إن الـ QL اللي أنا جبتها فوق هي الـ QB. خلاص، يبقى انا استفدت استفادتين، ان الترددات بتساوي بعضها، طبعا لازم الكيو ال اكبر من 10 يبقى الترددات بتساوي بعضها، وعشان اقول ان الكيو بي بتساوي كيو ال اللي فوق لازم يتحقق كمان شرط ان الار اس كبيره قوي. فانت هتروح تبص في المساله تلاقي الار اس فعلا كبيره قوي اكبر من الار ال. خلاص، زي ما احنا هنوضح لك في المسائل دي، كان حته كان لازم اوضحها لك، لان في بعض المسائل طبعا اما بتيجي تحل لازم تجيب رقم واحد ورقم اتنين دي الاول في حاله الاكشوال. خلاص، لانك بتستفيد اول ان انت بتجيب نقطه رقم ده، دي بتسهل لك قوانينها طبعا معقده اللي هي اليونتي والماكسيمم، بتاخد وقت منك على ما بتجيبها. حتى كمان الكيو بي هتساوي كيو ال على طول، مش هتضطر تحسبها بقى ان هي عباره عن الار بي على الاكس بي، مش هتبقى محتاج ان انت اصلا تحسب القيمه بتاعتها. تعالى يا باشمهندس نبتدي بقى نحل المسائل بتاعتنا ونشوف ازاي نحل المسائل دي وكده. المشكله بقى يعني في شغلتنا دي ان كل واحد فاهم ان هو فاهم وكده، مش ممكن يفهم بالك بقى لو فاهم ان هو مش فاهم كده ممكن يفهم. حضرتك فاهم؟ لا مش فاهم. يبقى هتفهم. اه والله. تعالى يا باشمهندس نبتدي نحل المسائل معانا في الشيت. ومعانا اول مساله، خلاص هي مساله زي ما انت ملاحظ هي مساله ايديال اللي هي يا باشمهندس، عشان الملف يا باشمهندس معهوش مقاومه متوصله معاه توالي، فده ايديال، فده ايديال قانونه محفوظ عادي خالص وبنحله بالطريقه العاديه خالص. بيقول لك فور ذا ايديال بارلل، حتى قايل لك فوق اللي هو ايديال بارلل ريزونانت سيركت شو ان ذا فيجر، في الدايره دي عاوز اول حاجه يا باشمهندس ذا ريزونانت فريكوانسي، يعني عاوز الفريكوانسي. خلاص، الريزونانت فريكوانسي طبعا البارلل ايديال. ذا كاباستور فولتج دروب، يعني عاوز الفي سي، عاوز الجهد على المكثف طبعا في حاله الريزونانس. ذا ريزيستور اندكتور كاباستور كارنت ات الريزونانس، يعني عاوز يا باشمهندس الترن ماشي في المقاومه اللي هو الاي ار، وعاوز الاي ال، وعاوز الاي سي اللي هو المطلوب رقم سي. عاوز الكواليتي فاكتور اللي هو كيو اس طبعا، معلش هي كيو بي. وعاوز الباند ويتس، عاوز الكيو بي والباند ويتس. تعالى خلاص يا باشمهندس زي ما قلت لك، هو عاوز الكيو بي اللي هو الكواليتي فاكتور، وعاوز الباند ويتس. تعالى بناخد المعطيات بتاعتنا يا باشمهندس ونبتدي نحل المساله. هو اول حاجه يا باشمهندس عاوز الايديال فريكوانسي، طبعا ايديال فريكوانسي انت حافظ قانونه، هو بيساوي 1 على 2 باي الجذر ال سي. لو انت بصيت في المساله يا باشمهندس انت معاك ال ومعاك السي، هنعوض بال ونعوض بال سي، وما تنساش ان ال ب 4 في 10 اس سالب 3 عشان ملي، والسي ب 2 في 10 اس سالب 6 عشان مايكرو. هتعوض اطلع لك ب 1.7 من 10 كيلو هرتز. تاني مطلوب معانا يا باشمهندس هو طالب الفي سي. خلاص، هو طالب الفي سي. زي ما انت عارف يا باشمهندس ان الفي سي او ايا يكن الجهد بتاعك، انت دلوقتي قلت في حاله الريزونانت الاكس ال بتساوي الاكس سي، الاكس ال بتساوي الاكس سي، فالاثنين هيلغوا بعض. فده معناه يا باشمهندس ان انا لو ضربت الاي في الار هجيب الجهد على المقاومه، فالجهد على المقاومه هو نفس الجهد اللي على الملف هو نفس الجهد اللي على المكثف. الجهد اللي على المقاومه هو نفس الملف هو نفس المكثف، هو بيساوي الاي في الار او الاي في الزد توتال بالنسبه لي. خلاص، هي الاي في الار، فانا هضرب الاي في الار، الاي ب 2 والار ب 2 كيلو. خلي بالك بقى، لاحظ بقى وين الاي ب 2 مللي والار ب 2 كيلو، فالكيلو هيطير مع الملي هيبقى 2 في 2، ف 2 في 2 ب 4 فولت، 2 في 2 ب 4 فولت. طبعا يا باشمهندس انت بعد ما جبت الجهد، خلاص انت بعد ما جبت الجهد تقدر تجيب التيار اللي هو الاي ار، وتقدر تجيب الاي ال، وتقدر تجيب الاي سي. طبعا انت هتلاحظ ان الاي ال بيساوي الاي سي اللي هي يا باشمهندس لان الاكس بتاعتهم متساويه. فانا يا باشمهندس هروح اجيب الاي ار الاول. طبعا يا باشمهندس الاي ار هو نفسه الاي اس، زي ما احنا قلنا ان الاي هو اللي هيبقى ماشي في الاي ار. خلاص، يبقى الاي اللي هيبقى داخل هو طبعا انا ضربته في المقاومه فقلت هو الجهد، فمعنى كده ان التيار هو اللي ماشي في المقاومه ار، فالاي ار هو نفسه تيار المصدر بيساوي 2 مللي هنا. طيب، تيار عشان اجيب تيار ال ال، خلاص انا محتاج الاكس ال اللي هي يا باشمهندس محتاج الاكس ال، عشان يا باشمهندس اقسم الجهد اللي معايا اللي هو الفي ال اللي انا جايبه قبل كده، انا كان معايا الفي سي هو نفس الفي ال، خلاص الجهد واحد، اقسمه على الاكس ال يديني التيار بتاعه. فانا هروح اجيب الاكس اكس ال الاول اللي هي 2 باي في الاف في التردد في ال ال. طبعا انت معاك التردد بالكيلو، فانت هتضرب في 1.7 في 10 اس 3،
والال معاك ايه يا باشمهندس؟ ب 4 في 10 اس سالب 3، هضربهم في بعض تجيب الاكس ال. بعد ما جبت الاكس ال يا باشمهندس هروح اقسم الجهد بتاعي اللي هو بتاع الفي ال، انا قايل لك الفي ال بتساوي الفي سي بتساوي الفي ار بيساوي 4 فولت، هقسمه على الاكس ال اللي هي 44 و7 من 10، هيطلع له القيمه 89 و46 من 100 مللي هنا مللي امبير. جبت الاي ال، قلنا الاي ال بتساوي الاي سي، خلاص النطيرين دول هيساووا بعض. ليه يا باشمهندس؟ الكيو يا باشمهندس الكيو بي انت زي ما انت عارف هي عباره عن الار على الاكس ال، هي الار على الاكس ال. انت معاك يا باشمهندس الار ب 2 كيلو على الاكس ال اللي انا لسه جايبها من شويه اللي هي 44 و7 من 10، لسه جايبها في المساله اللي فاتت لما كنت بحسب التيار اللي هو الاي ال في السؤال اللي فات. يبقى الار ب 2 كيلو يبقى ب 2000 على الاكس ال لسه جايبها ب 44 و7 من 10 اوم، هقسمهم على بعض يطلع لي برضه 44 و73 من 100. خلاص طبعا الكيو بي ملهاش واحده. طب الباند ويتس يا باشمهندس هي الاف على الكيو، زي ما انت واخدتها قبل كده الباند ويتس هي الاف على الكيو. طبعا في حاله الايدر فيبقى التردد الايديال اللي هو 1.7 من 10 10 6 عشان بالكيلو هرتز، اقسمه على الكيو اللي انا لسه جايبها اللي هي 44 و7 من 10، يديني القيمه 39 و7 و70 من 100 هرتز. خلاص يا باشمهندسين طبعا المساله دي ما فيهاش مشكله، الايدل دايما تعويضاته بتبقى مباشره. تعال بقى بنخش على الاكشوال ومعانا المساله الثانيه وهي على الاكشوال. تعال مش عايز بقول لك فور بارل ريزونانت سيركت شون ان ذا فيجر فايند. اول حاجه عاوز ايه بقى يا باشمهندس؟ عاوز التردد بتاع الايديال، ده اول حاجه طالبها ايديال ريزونانت. تاني حاجه طالب الماكسيمم امبيدنت ريزونانت. تالت حاجه طالب اليونيتي باور فاكتور امبيدنس فريكوانسي، طالب اليونيتي باور فاكتور فريكوانسي. خلاص طالب اليونيتي بار فاكتور، طالب الثلاث ترددات، ده اول مطلوب معانا. تاني مطلوب يا باشمهندس طالب ذا كاباستور فولتج، عاوز جهد المكثف الجهد اللي على المكثف، وطالب البرانش كارنت ات الماكسيمم امبيدنس. خلي بالك اول حته دي يا باشمهندس، يعني ايه يا باشمهندس طالب الجهد اللي على المكثف؟ يعني طالب الفي سي، ماشي يا باشمهندس. طالب التيارات اللي في الافرع، طالب التيار في الفرع ده هنسميه الاي ال، وطالب التيار في الفرع بتاع الاكس سي هنسميه الاي سي. امتى؟ قال لك عند الماكسيمم امبيدنس. الماكسيمم امبيدنس زي ما انت عارف يا باشمهندس بيحصل عند الماكسيمم امبيدنس فريكوانسي، فانت جايب الماكسيمم امبيدنس فريكوانسي هو ده اللي هتعوض بيه في المعادلات هنا، لانك هتحتاج تجيب اكسات وكده. خلاص فانت هتستخدم التردد بتاع الفريكوانسي الماكسيمم امبيدنس فريكوانسي. نفس المطلوب برضو اللي هو رقم سي، طالب نفس المطالب بس طالبها عند اليونيتي بار فاكتور، طالب برضو الكاباستر فولتج وطالب البنش كارنت بس عند اليونيتي بار فاكتور، يعني نفس المطالب بس عند تردد اليونيتي بار فاكتور. اخر مطلوب طالب الكواليتي فاكتور والباندويتس، ده اخر مطلوب معانا، طالب الكواليتي فاكتور وطالب الباندويتس. تعال ناخد المطالب بتاعتنا يا باشمهندس ونبتدي نحل المساله. طبعا يا باشمهندس انت عارف ان تردد الايديال زي ما انت عارف هو قانونه هو 1 على 2 باي جذر ال ال سي بتساوي 1 على 2 باي. ال ال معاك يا باشمهندس اهي ب 3 مللي هنري، 3 من 10 في 10 اس سالب 3، ومعاك السي ب 4 من 10 في 10 اس سالب 6. هتجيب تردد الايديال هيطلع معاك ب 14.5 كيلو هرتز. بعد كده عشان انا قايل لك دايما هنجيب التردد ده الاول بعد كده نجيب الكيو ال. ليه يا باشمهندس اجيب الكيو ال؟ لان لو طلعت اكبر من 10 يبقى الثلاث ترددات بتساوي بعض وريح دماغي. فانا هروح اجيب الكيو ال. خلاص بعد ما اجيب الكيو ال، خلاص انا هجيب الكيو ال طبعا قانونها كيو ال هي عباره عن اكس ال على الار ال. الاكس ال هي 2 باي في الاف ال على الار. طبعا انا معايا الاف اهي اللي هي 14.5 هعوض بها، ومعايا ال. ال يا باشمهندس ب 3 من 10 ملي هنري، يبقى 3 من 10 ب 10 اس سالب 3. الار يا باشمهندس اهي ب 15 اوم، هتعوض تطلع ب 1.8 من 10، طبعا دي اقل من 10 يبقى مش هينفع حوار ان انا اسوي الثلاث ترددات ببعض، يبقى دي ملهاش اي لازمه معايا دلوقتي. خلاص يبقى هروح اكمل الحل بتاعي عادي واستخدم القوانين بتاع الماكسيمم خلاص انا وبتاع البيريونت لان ما عنديش حل. فاروح استخدم قانون البيريونت الاول، هو بيساوي تردد الايديال جذر 1 ناقص السي في الار تربيع على ال. طبعا انت معاك السي ومعاك ال، هتعوض خلاص هتعوض في القانون، هتجيب 12.1 من 10 كيلو هرتز. تروح تجيب التردد بتاع الماكسيمم، خلاص هتعوض برضو، هو الفرق بس في 4 ال تحت اهو، هتعوض هيطلع لك ب 13.9 كيلو هرتز. هتلاحظ يا باشمهندس ان الاف بي ماكسيموم اكبر من التردد بتاع الاف بي يونت. خلاص وهتلاقي لو احنا رجعنا، خلاص هتلاقي ان ده ب 14، ان التردد الايدر 14، هتلاقي اكبر من الاثنين، يعني التردد الايدر اكبر من الاثنين، يليه تردد الماكسيموم يليه تردد البير يونت.
اللي هو معلش مش البريزم، اللي هو اليونيتي بار فاكتور، تردد اليونيتي بار فاكتور. خلاص يبقى الايديال اكبر من الماكسيمم اكبر من اليونيتي. تعالى يا باشمهندس نروح للمطلوب رقم بي. مطلوب رقم بي كان طالب الجهد على المكثف وطالب التيارات في الافرع، بس امتى؟ اما يكون التردد بتاعي هو تردد البي ماكسيمم. طيب هو دلوقتي مطلوب مني ايه يا باشمهندس؟ انا معايا التردد، معايا التردد، يبقى انا اقدر اجيب الاكس سي واقدر اجيب الاكس ال. جبت الاكس سي وجبت الاكس ال، تعال نجيبهم الاول. هنروح نجيب الاكس ال الاول، طبعا انا مسمي ان احنا شغالين عند ايه؟ عند الماكسيمم يونيتي بار فاكتور، فانا حطيت ام، مش شرط تحط الام دي. خلاص؟ بتساوي 2 باي في الاف في التردد يعني بتاعها في ال. خلاص؟ انت معاك التردد لسه جايبينه من شويه، ومعاك ال هي 3 من 10 مللي هنا، تعوض تجيب الاكس ال. بنفس الطريقه هنجيب الاكس سي 1 على 2 باي الاف سي، تعوض تجيب ب 28 و4. بعد ما جبت الاكس ال والاكس سي بقت دايره سيركت عاديه خالص يا باشمهندس، كل حاجه معلومه فيها. اقدر اجيب الزد توتال؟ اقدر اجيب الزد توتال يا باشمهندس عن طريق ان انا اقول الار زائد الجي اكس ال توازي مع الاكس سي، حاصل ضربهم على مجموعهم. خلاص؟ طب معايا الزد توتال، اقول الاي في الزد توتال، الاي في الزد توتال، طبعا انا معايا الاي كقيمه بس، فانا هقول له الاي كقيمه في الزد كقيمه، واجيب الجهد اللي هو على البرانش ده وعلى المكثف. اروح اقسم الجهد اللي انا جبته على المكثف، اجيب التيار فيه، اقسم الجهد على الار قيمه بتاعت الار زائد جي اكس ال. خلاص؟ اجيب التيار اللي هيمشي في الفرع هنا كقيمه. خلاص؟ طب احنا هنا يا باشمهندس الدكتور بيحل كده. خلاص؟ لا، في طريقه ثانيه. الطريقه الثانيه يا باشمهندس ان هو بيروح يحول الار ال والاكس ال، يخليهم توازي مع بعض، وبعد كده يبتدي يجيب الزد بتاعتهم. تعال الاول نحولهم، نجيب الار بي والاكس بي اللي هما الاثنين توازي، قلنا هيبقى مربع الاكس ال مربع الار ال، على لو انا ار بي يبقى ار ال تحت، لو اكس بي يبقى اكس ال تحت. الثلاثه دول معلومين يا باشمهندس، لسه جايب الاكس ال فوق اهي. خلاص؟ معاك الاكس ال ومعاك الارات الار ب 15 اهي. خلاص؟ تقدر تعوض تجيب الار بي وتجيب الاكس بي. بعد ما جبت الار بي والاكس بي تقدر تروح تجيب الزد. خلاص؟ انت معاك الار بي والاكس بي، طبعا ما فيش هنا ار اس، فانت معاك الار بي والاكس بي والاكس سي، يبقى 1 على الار بي زائد 1 على الاكس زائد 1 على الجي اكس بي زائد 1 على سالب الجي اكس سي. خلاص؟ دول المعادله بتاعتهم. الملف هيتعكس مع المكثف لو الجي تحت. طبعا مربع الاثنين ده كمعيار، انا جبت الزد هنا زائد 1 على دي زائد 1 على دي، طبعا ما تنساش الجهات. خلاص؟ تجيبهم كقيمه وزاويه وتاخد القيمه، تاخد القيمه تقسم 1 عليها تجيب الزد. خلاص؟ او ان انت تجيبها بالمعيار اللي هو الجذر ده على طول وتروح دماغك. خلاص؟ اي طريقه صح، ما فيهاش مشكله، دي دايره سيركت عادي تتعامل بها زي ما انت بتتعامل بها في الترم الاول في الدوائر الكهربائيه واحده. تعالى يا باشمهندس بعد ما جبت الزد، تعالى نشوف المطالب اللي هو طالبها. هو طالب ايه؟ طالب الفي سي، انا معايا الزد. خلاص؟ كقيمه، لو انا طلبت التيار في الزد، طلبت التيار في الزد اللي هو التيار قيمته 5 في 10 اس سالب 3 في 56 هيديني 2 من 10 فولت. ده الفي سي. طيب انت جبت الجهد يا باشمهندس، لو رحت قسمت الجهد على الاكس سي يديك قيمه التيار، لو قسمت الجهد على الار زائد الجي اكس ال يديك قيمه التيار هنا. فانا هروح اقسم التيار كقيمه على الاكس سي كقيمه، سيبك بقى من الجي لان الجي دي الزاويه، فهنقسمها على الاكس سي اجيب التيار كقيمه، واروح برده نفس الحوار عند الاي ال عشان اجيب التيار اي ال، هقسم الفي سي، هو الفي سي طالع كقيمه، فهقسم على الار زائد الجي اكس ال كقيمه، اللي انت اللي هي القيمه ايه يا باشمهندس؟ اللي هي الجذر، جذر مربع الار ال زائد مربع الاكس ال تحت الجذر، ده القيمه بتاعتهم. طبعا الزاويه ما تلزمنيش لان يا باشمهندس الفي سي ملوش زاويه، فالزاويه اللي انا لو حطيتها تبقى غلط، لكن انا خدت الفي سي كقيمه فده صح، وخدت الار ال زائد الجي اكس ال كقيمه اللي هي جذر ار ال تربيع زائد الاكس ال تربيع. تعالى يا باشمهندسين، خلاص انا جبت الفي سي والاي ال والاي سي بنفس الطريقه يا باشمهندس، هو عاوزهم عند اليونيتي بار فاكتور. نفس الطريقه برضو هروح اجيب الاكس، هروح اجيب الاكس ال اللي هي بتساوي 2 باي في الاف ال، بس اعوض بالتردد بتاع اليونيتي. بعد كده هجيب الاكس سي، جبت الاكس ال والاكس سي. خلاص يا باشمهندس ممكن تتبع نفس الطريقه القديمه او الطريقه اللي احنا بنتبعها هنا، ان انا هجيب الار اللي هي التوازي والاكس التوازي اللي هي الاكس ال تربيع ار ال تربيع ار ال مع الاكس ال فوق اهي. خلاص؟ والار ال معاك في المساله ب 15، هتجيب الار بي وتجيب الاكس بي هيطلعوا معاك بالقيم دي. بعد ما جبتهم هتروح برضه نفس الحوار تجيب الادمتنس. هتجيب طبعا، بص عشان خلي بالك هنا في حته بقى، انت جبت الار بي والاكس بي، انا عاوزك تلاحظ حاجه، ايه علاقه الاكس بي بالاكس سي؟
الاتنين هتلاقيهم بالظبط بيساووا بعض، ان الاكس سي بتساوي الاكس بي اللي هما توازي مع بعض. ده معناه يا باشمهندس، ده معناه خلي بالك احنا قلنا اليونيتي باور فاكتور بيتحقق امتى؟ اما يبقوا الاكسات التوازي اللي هي الاكس سي والاكس بي بيساووا بعض. انا كنت ثابته على كده، كنت جايبه من كده خلاص. فهو على طول الزد هتساوي الار بي اللي انا جبتها خلاص. انت كان ممكن على فكره كان ممكن تيجي تحل المساله ازاي الجزئيه هنا، خلي بالك في اليونيتي باور فاكتور بس. اليونيتي باور فاكتور هتجيب الاكس ال وتجيب الاكس سي، ما فيش مشكله. بعد كده هجيب الار بي بس واقول الاكس بي بتساوي الاكس سي مباشره من غير ما احسب. على فكره ده صح، هقول الاكس بي بتساوي الاكس سي خلاص. وانا ما يلزمنيش ده كله، انا يهمني الار بي خلاص، انا يهمني الار بي خلاص. انا لو الاكس بي محتاج احسبها مش محتاجها خلاص، بس انا عارف ان الاكس بي بتساوي الاكس سي. انا كل يهمني الار بي خلاص، فالار بي لازم احسبها. ليه يا باشمهندس؟ ان الار بي هتبقى هي الزد توتال، لان الاكس بي هتطير مع الاكس سي، هيبقى لي بس الار بي خلاص. فالار بي هي الزد توتال، فالار بي هي الزد توتال اللي هي يا باشمهندس ان الاكس بي بتساوي الاكس سي، فالاثنين هيطيروا مع بعض في الزد، هيبقى لي بس الار بي اللي هي بتساوي 50. انا لسه جايب دلوقتي ب 50. بعد ما جبتها يا باشمهندس ب 50، انا معايا الزد، هروح اضرب الاي في الزد اللي هو التيار طبعا بتاع اللي هو الاي اس في الزد، اللي هي الاي اس بكام يا باشمهندس؟ ب 5 في 10 اس سالب 3، هضربها في ال 50 هيدينا يا باشمهندس ربع فولت خلاص. هيدينا ربع اللي هي طبعا 5 في 50 ب 250 في 10 اس سالب 3 تديني ايه 25%. بعد كده هجيب الاي سي. الاي سي يا باشمهندس اللي هو التيار المكثف، زي ما قلت لك انت معاك الجهد هتقسمه على الاكس سي، تجيب معاك الجهد طبعا، الجهد اهو ب 25%، هتقسمه على الاكس سي اللي احنا لسه جايبينها في السلايد اللي قبلها، هتطلع ب 7.6 مللي امبي. جبت الاي سي بنفس الطريقه، هروح اجيب الاي ال طبعا. قايل لك انا خلاص يا باشمهندس، فدي هنبقى الاي سي يو عند اليونيتي، ودي الاي ال عند اليونيتي. طبعا هو نفس الفي سي على الاكس سي، ودي برده هتبقى الفي سي لو انت عاوز تقسم برده هو جهد المكثف مفيش مشكله، او الفي ال هما الاثنين بيساووا بعض. هو برده الفي سي على الار ال زائد جي اكس ال، او جذر الار ال تربيع زائد جي اكس ال تربيع. يبقى انا جبت يا باشمهندس البي والسي، باقي لي النقطه بس رقم دي اللي هو طالب الكواليتي فاكتور. الكواليتي فاكتور يا باشمهندس زي ما انت عارف هي الار بي على الاكس بي. انت لسه جايب الار بي خلاص، انت جايب الار بي وجايب الاكس بي خلاص. زي ما انا قايل لك يا باشمهندس الار بي انت جايبينها ب 50، والاكس بي احنا جايبينها ب 32.7. طب واحد يقول لي يا باشمهندس احنا خدنا انهي اكس بي؟ هتاخد يا باشمهندس الاكس بي بتاع اليونيتي، بتاع اليونيتي باور فاكتور. طب تعالى نرجع كده نشوف الاكس بي بتاع اليونيتي باور فاكتور بكام. ادي يا باشمهندس الاكس بي بتاع اليونيتي باور فاكتور اهو 32.7. دي الاكس بي اللي احنا خدناها بتاع اليونيتي باور فاكتور اللي هي 32.7 بتاع اليونيتي باور فاكتور. فدي الاكس بي اللي احنا ناخدها خلاص فهمتين. فالاكس بي بتنحسب عند تردد اليونيتي باور فاكتور، حتى لو ما قالكش انت عارف خلاص اللي هي بتنحسب عند اليونيتي باور فاكتور. خلي بالك تردد الماكسيمم ده ما بيحسبوش الا ما يطلبه، وبيطلبه عشان حاجات معينه خلاص. يقول لك امتى تردد الماكسيمم بيحصل، امتى بيحصل على الماكسيمم امبيدنس، احسب له عنده جهود، احسب له عنده حاجه، هو بيطلب طلب عنده. لكن جميع الحل بتاعي بنحله عند اليونيتي باور فاكتور خلاص، جميع الحل بنحله عند اليونيتي باور فاكتور. فالاكس بي لو انا ما عنديش اليونيتي باور فاكتور بروح اجيبه، وبعد كده اجيب منه الاكس بي، بجيب الاكس بي اللي 2 باي في الاف ال خلاص. معلش يا شانسين، الاكس بي خلاص هي عباره عن الاكس ال تربيع زائد الار ال تربيع على الاكس ال خلاص. انت معاك الاكس ال هي عباره عن 2 باي في اف ال، فطبعا هي بتحسب عند اليونيتي باور فاكتور. تعالى يا شانسين الباند ويدث، طبعا الباند ويدث كذلك بتحسب عند اليونيتي باور فاكتور خلاص، اللي هو كان 12.1 في 10 اس 3 على طبعا الكواليتي كانت بواحد ونص. احنا الكواليتي انا جايبينها اهو بواحد ونص، بتساوي 7.9 كيلو هرتز خلاص. عشان هتلاحظ ان الكيو والبي بتحسبهم عند اليونيتي باور فاكتور. تعالى مساله رقم 3 وخلاص، ودي يعتبر شكل المساله من مسائل اخر مساله كان الدكتور طالبها منك خلاص. المساله رقم 3 دي كانت مساله من مسائل شكل المساله من المسائل الدكتور كان طالبها منك تحلها. تعالى يا باشمهندس المساله دي، المساله رقم 3 بيقول لك بارل ريزونانت سيركت شون ان ذا فيجر. بيقول لك دي برده هي اكشوال ليه يا باشمهندس؟ لان الملف معاه مقاومه. بيقول لك ذا ايديال ريزونانت، عاوز الايديال ريزونانت ذا ماكسيمم امبيدنس، يعني ذا ماكسيمم امبيدنس ريزونانت اند يونيتي باور فاكتور امبيدنس فريكوانسيز. يعني طلب يا باشمهندس التلاته فريكوانسي بتاع الايديال والماكسيمم واليونيتي باور فاكتور. المطلوب رقم بي يا باشمهندس طالب ذا سيركت كواليتي فاكتور والباندويث، طالب الكواليتي فاكتور والباندويث.
تعالى يا باشمهندس نحل المسألة، ناخد المطالب بتاعتنا ونبتدي نحل المسألة بتاعتنا. زي ما انا معودك يا باشمهندس، أول حاجة بروح أحسب اليونيتي، بروح أحسب اليونيتي باور فاكتور، معلش بحسب الأول الأيديال باور، الأيديال فريكوانسي، الأيديال فريكوانسي اللي هو 1 على 2 باي جذر ال سي بيساوي 1 على 2 باي، ال اللي معاك يا باشمهندس ب 12 مللي، فهي 12 في 10 أس سالب 3، السي ب 10 نانو يبقى 10 أس سالب 9، يبقى 10 في 10 أس سالب 9 تدينا 14.5 كيلو هرتز. يبقى انا اول حاجه يا باشمهندس في اي مساله اكشوال بجيب الاول الايديال فريكوانسي، بجيب الايديال فريكوانسي، بعد كده بروح اجيب الكيو ال، بروح اجيب الكيو ال اللي هي عباره عن اكس ال على الار ال، الاكس ال 2 باي في اف ال على الار ال. انا معايا الاف فوق اهي 14.5، وال ال معايا اللي هي 12 مللي، والار ال معايا في المساله برضو ب 5، هعوض هتلاقي ب 219، يعني ده اكبر من 10. يبقى انا كده يا باشمهندس شكرا، ادام قال لي كيو ال طلعت معايا كيو ال اكبر من 10، على طول الثلاث ترددات بيساووا بعض، فالاف بير يونت هيساوي الايديال اللي هو اليونيتي بار فاكتور هيساوي الايديال، والماكسيمم فريكوانسي او الماكسيمم امبيدنس فريكوانسي هيساوي الايديال فريكوانسي. يبقى خلاص، يبقى انا يا باشمهندس الثلاثه هيساووا بعض، اللي هو اليونيتي باور، اليونيتي باور فاكتور فريكوانسي هيساوي الماكسيمم امبيدنس فريكوانسي هيساوي الايديال فريكوانسي، الثلاثه هيساووا بعض هيساوي 14.5. يبقى انا مش هضطر ان انا احسبهم بالقوانين بتاعتهم وراح دماغي. تاني معلومه معايا يا باشمهندس، انت معاك كيو ال اكبر من 10، هنروح نبص، هنروح نبص على الار اس، الار اس يا باشمهندس خلاص كبيره قوي، 30 كيلو، 30 كيلو، والار ال صغيره 5 او. يبقى دي يا باشمهندس الار اس اكنها بالنسبه لهم ما لا نهايه، اكنها مفتوحه اصلا، 30 كيلو دي كبيره قوي، خلاص القيمه اللي هتطلع لو انت اصلا جيت تجيبهم على التوازي هتطلع قيمه قريبه من الار ال. فالار اس كبيره قوي نعتبرها 30 كيلو، دي يعتبر اكنها ما لا نهايه. في الحاله دي يا باشمهندس بنعتبر ان كيو بي بتساوي كيو ال خلاص بتساوي 219، اللي طبعا الاثنين بيساووا بعض. لو انت هتقول لا يا باشمهندس انا هروح احسبها عن طريق الار بي على الـ على الاكس بي، خلاص هتضطر بقى طبعا تحسب الار بي والاكس بي، طبعا الترددات بتساوي بعضها، هتروح تجيب الار بي خلاص هتحول الاثنين دول للتوازي تجيب الار بي، وبعد ما تجيب هتقسم، معلش مش الار بي، هتقسم الار طبعا هي الار على الاكس، هتبقى الار اللي هي الار بي توازي مع الار اس، هتبقى الار بي توازي مع الار اس، دي الار بتاعتهم هي اللي هتبقى في القانون ده اللي هي ار على الاكس بي وليس الار بي، معلش هي الار على الاكس بي. هتروح تجيب الار اللي هي عباره عن الار اس توازي مع الار بي، طبعا هتروح تجيب الار بي بقانونها خلاص، هيبقى في البال اكس ال هتعوض عن الاكس ال بالتردد بتاعك تجيبها خلاص، فده طبعا موال، يعني انت هتضطر تجيب الاكس ال تجيب الاكس سي، معلش هتجيب الاكس ال، بعد ما تجيب الاكس ال هتروح طبعا تحولهم لار بي واكس بي، بعد كده تجيب الار بي توازي مع الار اس، يبقى معاك الثلاث مقاومات، يبقى معاك الار هنا اللي هي الار اس توازي مع الار بي معاهم الاكس بي، تقسم الار على الاكس بي تجيب الكيو. طبعا الدنيا هنا مطوله قوي، فانت هتقول على طول ان الار اس تقريبا بما لا نهايه، يبقى كيو بي تقريبا مساوي كيو، حاول تجيبها هتلاقيهم قريبين جدا من القيمه. بعد كده يا باشمهندس الباند ويدث على طول مباشره هو الاف بير يونت، خلاص هم الثلاثه بيساووا بعض اصلا مش هتفرق معايا، على الكيو بي، انا جايب الكيو بي فوق اهي، وطبعا اليونيتي، اليونيتي باور فاكتور خلاص، اليونيتي باور فاكتور فريكوانسي هو بيساوي التلاته بيساوي بعض، فقيمته 14.5 على 2.19 هتطلع القيمه 66.3 هرتز. خلاص حاول انت تتجنب يا باشمهندس في اي كيو بي، خليك مصحصح، سواء الار اس لو الار اس مش موجوده يبقى معناها ان هي بما لا نهايه، خلاص يبقى كيو بي بتساوي كيو ال، او لو الار اس موجوده وبتساوي ما لا نهايه برضه نفس الحوار ان كيو بي بتساوي كيو ال. خلاص عاوز تروح تحسبها بقى بالطريقه بتاعتها اللي هي الار على الاكس بي، تروح تجيب الار الاول اللي هي عباره عن ار بي توازي مع الار اس، خلاص يبقى انت هتضطر انت تجيب الار بي بعد كده الاكس بي، بعد كده تجيب الار بي توازي مع الار اس، بعد كده تروح تعوض في القانون تجيبها خلاص، هتطلع القيمه قريبه من دي برضه براحتك مفيش مشكله، الاثنين صح. بس الدكتور طبعا في الكتاب قال لك على طول لو كيو ال اكبر من 10 والار اس بما لا نهايه او قيمه قريبه من ما لا نهايه، قيمه كبيره جدا يعني، هيبقى في الحاله دي كيو بي هتساوي كيو ال. بالتوفيق. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟
وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا كاملا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. رواه الطبراني وحسنه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد من العمر. رواه الطبراني وحسنه الألباني.